كان ما عندوش قيمة كبيرة برشا على الورق، اللي هو الفريق الزنجباري اللي لعب ضده نادي الافريقي في كأس الاتحاد الافريقي. فريق تين جابا يدور لي ولا حاجه تيم لا لا حافظه عندي كيبانجا 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 لانه صعيب برشا كيبانجا سيري ذا. دونك نبدا بك انت حمدي المرزوقي، برشا كلام تقال على النادي الافريقي، برشا كلام تقال على مواقع التواصل الاجتماعي، حبايب النادي الافريقي كانوا غاضبين على النادي الافريقي باعتبار انه كانوا يستناو انتصار عريض ضد الفريق هذا، ما صارش. هل هي نتيجه ايجابيه 0-0 من الزنزبار، والا الافريقي في مشكله فنيه في وسط الفريق؟ شو الفريق في حد ذاته متواضع جدا، كبينجا الزنجباري يعني كفريق متواضع. يعني من المفروض النادي الافريقي يربح 2-3 بشيء ويروح على روحه، وهنا يعطيهم 3-4 هذا كان جاب واضح. لكن بالعناصر البشريه الموجوده وباللاعبين اللي موجودين توا حاليا في النادي الافريقي ما نجموش نتفائلوا خير، مش في المقابله هذه، المقابله هذه يعني تحصيل حاصل يعني مترشحين باذن الله. لكن انا نحكي القدام في مسابقه كيما هكايا افريقيه، شنو حضرت لها انت من الامكانيات البشريه الماديه؟ شنو يعني انت وين يعني الاوبجيكتيف نتاعك وين؟ يعني اذا ما عندكش انت انتدابات نتفاعل معاك حمدي، نسالش نتفاعل معاك. القائمة اللي لعبت المقابلة هذه نتاع النادي الافريقي فيها معز حسن لتو تو في المنتخب، تحب ولا تكره يقعد في القائمة الموسعة نتاع المنتخب الوطني التونسي حارس. فيها اسكندر العبيدي، سي يوسف تعرف اللي هو ينتمي خلينا نستند فيه هنا فوالا خلينا نكمل ميساج. فيها نادر الغندي اكتويلمون يلعب تيتولير في المنتخب الوطني التونسي. فيها احمد خليل اللي هو طول عمره كان في المنتخب الوطني التونسي. فيها لاري العزوني اللي هو انترناسيونال كيف كيف ومنتخب وطني تونسي تعدى في عديد المراحل وكان قريب. فيها زهير الذوادي اللي هو عمره كل في المنتخب، وفيها حمدي العبيدي اللي هو كيف جوار المستقبل ملاعبي موجود معناتها في المنتخبات تاع الشبان الكل. تقول لي اليوم الملاعبيه هذا معناتها ما ينجموا يعطيوا شيء للنادي الافريقي مع فريق كيما هذا؟ ما قلتلكش ما يعطيوا شيء، قلت لك بالامكانيات نتاعهم هما كي تمشي باش تمشي تتقدم في المرحله نتاع المسابقه هذيا باش تجيك فرق اخرى اللي هي محضره رواحها، كيفاش انت باش تحاربها؟ اول حاجه عندك هداف انت؟ نحن في المشكل في النادي الافريقي عندها هداف، قداش ماركيا من بونتو؟ اعطيني انت ابار ادم قرب اللي هو البركيتون اللي هو اللي قاعد يعمل في الاخطر في النادي الافريقي، اعطيني الاخرين. زهير الضواتي مع احتراماتنا ليه لاعب راهو متميز وعنده الامكانيات، لكن توا فهمتي الامور تقدم به راهو مش زهير الضواتي بتاع 25 سنه التالي بتاع 25 سنه عمره. سي با كيف كيف. شكون انت البيتور اللي عندك اللي عنده قيمه يحط الكره في الشبكه؟ عندنا لكن جمعيه